فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفون، والنهاردة هكلمكم عن انواع البابل باس اللي نزلت معانا مؤخرا من ايفون. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا نشوف سوا يلا ايه الانواع اللي نزلت معانا جديدة من البابل باس بتاع ايفون. طبعا انتوا عارفين مؤخرا ان البابل باس بتاعنا بقى تبع اللاين بتاع ايفون سنسز. نزل معانا 3 روايح مميزه جدا وريحتها حلوه جدا. اول ريحه معانا وهي ريحه الفلامينكو سانسيت، زي ما انتوا شايفينها كده، ريحه في منتهى الروعه. مكوناتها عباره عن زي ما انتوا شايفين في الكتالوج الاناناس الوردي والفرنجباني، ريحتها تحفه تحفه، ريحته تحفه ورائعه، مش قادره اوصف لكم جمال الريحة. ريحته جميلة جدا ومنعشة، تمشي شتوي وتمشي صيفي. بصراحة من أجمل الروايح اللي نزلت معانا في البابل باس مؤخرا. نزل معانا كمان ريحة تانية وأنا بصراحة كنت متخوفة من مكون فيها، وهو البابل باس تاع جوس بريست ومكوناته بيتخللها الجنزبيل. وبالرغم من أن في ريحة جنزبيل خفيفة، إلا أن هو جميل جدا ومميز. مكوناته الزنجبيل والكلايمانتين والكلاود بيري الحلو، هي كلها فواكه مع ريحة الجنزبيل، مدياله كده ريحة دافية. هو ريحته تغلب عليها الريحة الشتوية اكتر من الصيفية. هو فيه ريحة زي ما يكون حمضيات، الفواكه اللي داخله فيه دي فواكه شبه اليوسفي، ومع ريحة جنزبيل مديله حبة دفها. فبصراحة ريحته شتوية. وطبعا احنا عندنا حجم 500 ملي، وكمان عندنا حجم 1000 اللي هو اللتر. اما بقى الريحة التالتة اللي معانا وهي ريحة غاية غاية في الروعة، ودي تحتل المركز الاول معانا النهاردة، وهي الريحة بتاعت بينك سانس. وده مكوناته زي ما شايفين كده في الكتالوج، كاتبين ان هو برائحة ماء جوز الهند الوردي والباشون فروت. الباشون فروت ده فاكهة منعشة جدا، وده يغلب عليه بقى الطابع الربيعي الصيفي. ريحته غاية في الانتعاش، ريحة جوز الهند فيه من اروع من اروع من اروع ما يكون. التلات اصدارات بصراحة احلى من بعض، ولكن احنا لو حبينا نرتبهم هيبقى البينك ساندس، بعد كده الفلامينكو سان سيت، ويجي بقى اخر واحد وهو جوس بريست، لان هو بيغلب عليه شوية الطابع الشتوي والريحة الدافية بسبب ريحة الجنزبيل. ولكن الاتنين دول انصحكم تجربوهم، من اروع من اروع من اروع ما يكون. طبعا اللي حابب ان هو يطلب المنتجات دي يقدر يكلمني على الرقم اللي موجود اعلى شاشة، عشان نعمل العضوية سواء في ايفن ويطلبهم وياخد عليهم خصم كويس، او يطلبهم من عندي من الجروب بتاعي، واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم على السكرين. يا اما يكلمني برضو على الواتساب ويطلبهم لو هو حب وصفهم وحب ريحتهم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير، ريفيوهات احلى. على خير، باي باي.